مشاهدينا الكرام، تابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشوفوا حالة هاد جوج ديال الناس، زوج وزوجة، اللي يعني عندهم واحد المعاناة حقيقية مع بزاف ديال المشاكل، مسكن يعني لا اله الا الله رسول الله، الله يكون في عونهم. وحنا اليوم غناخذ التصريح ديال الزوجة اللي غتعاود لنا المشاكل اللي عندهم بدون ديك الاسماء. بحال قولي اختي، المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي اختي، انايا الراجل عندي مريض وانا متكفله به، دير ثلاثه العمليات على راسه، وانا اختي ما عنديش الامكانيات من غدا نبقى نصرف على هذا الراجل. يعني انايا عندي الدخل محدود، كنبيع ونشري في البلاكيو، مره كنبيع مره جالسه، هو عنده الدواء كيشربو طول عمره، مره كينبيع ونشري مره كيعاونوني الناس. يعني انايا ما بقيتش، ماشي انا غادي نلوحو ولا شي حاجه، عاي انايا الحمل بحال كثر عليا، عندي الكرا وعندي الضو وعندي الدري صغير، وعندي هوايه كل 3 شهور خاصو يشوفو الطبيب. حاليا غدا عنده الطبيب ديال الراس، والطبيب ديال الراس عارفين شحال كيكلف، ومخرج ليا ليرين خرجوا ليا قبل العيد الكبير، وبقى الان ما درتوش ليه، ما لقيتش شي مساعده ولا شي حاجه، قلت الله اكبر. يعني انا يعني وقفت مرة فهاد البلاصة اللي واقفين فيها كيطيح فيها وكيجيبوه الناس، كي لما شافش الدواء كيطيح. دابا حاليا غدا عنده الطبيب ديال الراس، كل 3 شهور خاصو يشوفه، يعني انا ما حيلتي نخلص الكرا ولا نخلص الضو ولا نصير عليه. دابا انا ما عطيتوش باش يمشي للحمام ما يمشيش، الا ما عطيتوش باش يحسن ما يمشيش، كنضطر الحوايج لا تقطعوا لي الحوايج، انا اللي كنمشي نشريهم ليه، الا ما عندناش كنبقاو بلاش. يعني وعندي الدري صغير عنده 3 سنين ونص، يعني ما يمكنش غنخرج نخدم وهو كيطيح بالصرع، يعني ما عنديش من غدا نمشي ونخليه، يقدر يطيح على بوطه، يطيح على بزاف ديال الحوايج. ودابا دا ثالث فيديو كنديرو، وكيقولوا كاين الناس اللي كيكذبوا، كيقول هادشي كذوب. انا كنهضر دابا انا كنهضر دابا قدام واحد اللي غير قيد، هادشي حاجه عاديه، هضرت الناس راه شي حاجه عاديه. دابا انا كنهضر قدام الداب وقدام فين كنسكن وحدا السوق، يعني ما تدركتش. انا دابا كنهضر بوجهي مكشوف، كاع الناس كتشوف فيا اللي واقف لي، يعني الرساله كنطلب اختي من شي من المحسنين، شي محسنين يتكلفوا به في الدواء ديالو. انا ما طالبه حتى شي حاجه الا الدواء ديالو ويديروا ليه ليرين، هادشي اللي باغا انا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مشكل، انا مريض دابا بالراس، فهمتيني، عندي واحد عندي عمليه على الراس، دير 3 العمليات ودابا كنطيح، كيشدني كريز. ودابا هاد المراه هادي هي اللي هزاني، وانا والدي انا نساوني، ما بقاوش كيديروا معايا شي حاجه اللي كيعاونوني بالدواء ولا بشي حاجه على قبل هاد المراه، وانا هاد المراه هي اللي باغاها، فهمتيني، ودير معاه وليدات، وانايا باغي انايا يديروا معايا عام مزيان هاد الناس. هاد هادشي اللي كنطلب دابا، الله يرحم بيه الوالدين. شو الرسالة تبغي توجه للمحسنين قلوب الرحيمة اللي كيشوفوك؟ انا بغيت ليهم انا شي محسن يدير معايا زوين ويخلي لي، انا محتاج، انا باغي يصيفطوا لي، انا باغي ناخذ بهم معدل، وانا وباغي نمشي على السبيطار نقاد بهم مع وريقاتي، هادشي اللي باغي. خاطر اخذ التليفون اختي، عطيني التليفون باش نشوف الرقم التليفون ديال هاد الناس. كنتمنى عليك ما تبقاوش تفلاو، الله يسهل عليكم الناس اللي كتدخل انا تفلا على بحال هاد الناس، هادو اللي هما محتاجين ومحتاجين المساعدة، ماشي محتاجين أنهم تفيلوا عليهم، لأن ربي اللي عالم بيهم. فكنتمنى أنكم تشوفوا فيهم بعين الرحمة وتعاونوهم. التليفون خاصة منك بالكلية، ها؟ هاتي بالكلية على هاد الخضرة باش تطلع لي، لا بغيت غير 93.
باش نخرج لنا برا. 0-96-94-54 آخر رقم 0-96-94-54-56. فهذا هو الرقم ديال الناس اللي بغيت يتواصل معاهم ويعرف تفاصيل أكثر على الحالة ديالهم. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم بث مباشر آخر.